يقول: ما حكم كتابة شعر الغزل؟ ذابح الغزل هذا. ما في بس، ما في بس إذا كان الغزل عفيفا، ما في بس. يعني إن صحت الرواية، كعب بن زهير لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم صحت دكتور عندكم يا أهل اللغة مشهورة مشهورة. أي نعم، كعب بن زهير لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم بدأها بانت سعاد، فقلب اليوم متبوله. وهذا عادة العرب، يبدأون قصائدهم بالغزل. ابن القيم قصيدته النونية بدأها بالغزل، وتقريبا جميع قصائد العرب خاصة المعلقات يبدأونها بالغزل، لكن غزل عفيف. أما إذا صار الغزل مثل غزل عمر بن ربيعة شوي عميق شوي طيب هذا شوي اللي في وصف المرأة ومفاتنها وكذا، هذا المحرم. أما الغزل العفيف يذكر حبه وشوقه وهيامه وما شابه ذلك من الأمور، هذا لا بأس به. فالقصد أن شعر الغزل ما فيه بأس إن شاء الله تعالى، لكن أهم شيء لا يدخل في وصف النساء ومفاتن النساء وغير ذلك من الأمور.